ايش هاي نطمنوا للصق عمل اوكي وخلاص. شايفين كي عملوا سمبويت طلعوا كيف لحاله عن جد حياطين صح. ها شايفين يعني عن جد الموقع صادق مليون بالمية. انا مبسوط كتير انه لقيت لي برنامج منيح. هلا والله معكم هارور بمقطع جديد. تحياتي للجميع. اول شيء قبل ما نبلش بهذا الفيديو اتمنى توصلوا هيك 100 لايك على القليله لو تقدروا تعبي عشان هيك عشان اجيب لكم شروحات عن هذا البرنامج عشان تفوزوا شدات ببجي ببلاش. هدول هم شدات ببجي هم موجودين بس ما في فري فاير للاسف يعني. بس حتى لو بعطت عندكم انه ما شغاله فيكم تشتروا هاي $1 وتشحنوه عندكم ما في اشي. بس نصيحه مني خذوا $3 لانه مربي لكم انه ما بتنجح معكم انه تشتروا بس $2 عرفتوا ليه؟ لان كل $1 بهذا البرنامج 83 لهيك. هلا قبل كل شيء بدي اعلمكم طريقه تجميع النقاط بهذا البرنامج. انا عندي هلا 625 مثل ما شايفين. اسف يا شباب في غلط. هلا هون ندخل هون على الانستانس جيم. يا اخي هون في انستانس جيم وهدول انتم ما خصكم في هدول الالعاب توب بلاي شبارك لي في صح. لو فيكم ببجي ما فيكم عادي تجيبوها بس شغلتها فاضي ما حد استفيد شيء. ندخل على الانستانس جيم. هل هون مثل ما بتلاحظوا حاطط لي هون لعبه ببلاش وهاللعبه انا اشتريتها وهاللعبه كمان. بس انا يعني هاي اللعبه كتير حبيتها يعني مش سهله علي. بس قبل ما العبها هون من تحت عارفين كيف. هون في لعبه نفسها نفس الصوره بدخل هيك عليها وبلعبها من هون عرفت علي. بس انا لاني دافع وهيك تدميه بس هيك بلعبها من هون. انا هلا ما كستم مثل ما شايفين بعمل بلاي هلا مثل ما ملاحظين بهالواجهة بس هيك بنلعب. طلعوا كيف هيك بحاول احرك يمين يسار ضلك عم تكبس هيك بتلاحظوا هيك بتحرك لحالي هيك يسار يمين. وكل ما تخسر كنت تدفع 10. هاي خسرت وحدة بيقولوا لك هون ادفع 10 وهلا بدي اعلمكم كيف تاخذوا العشرة طريقة سهلة كتير. وين هاي بس شوي ها لكي كانت هون تحت بس للاسف ما قدرت اخذها. بس المهم انه فيكم تجمعوا منها مصاري بتضربوا فيها للسيارات وبتاخذوا من وراها مصاري. هيدا النقاط يا حرام ما قدرت بس كفى. هلا انا بعدين باخذ مركز اول وبفرجيكم. ونسيت اخبركم هلا هون بتلاحظوا انتو قبل كل شي فيكم تسجلوا دغري بالموقع وتاخذوا 500 نقطة. بس لو دخلتوا على داخل البرنامج التاني تبع الريزر سيرفر ما بعرف ايش انه فيكم تنزلوه من الرابط اللي حاطط لكم اياه بيكون اسهل يعني. بتاخذوا 200 وبس تسجلوا بدل الموقع 500. وفيكم هون كمان تكملوا حسابكم كله تاخذوا 500 كمان يعني شي كويس يعني. وفيكم تعملوا رديم وتختاروا اللعب اللي بدكم اياها. بس تحلى لانه بدنا ببجي موجودة دغري ببجي لكي في هون 8100 شدة في هون 1800 660 325. اما الشي انا مركز على 60 بس حاول اجيب ال 325. بس الطريقة كتير سهلة مثل ما علمتكم تدخلوا على البرنامج وبتجمعوا من هديك اللعبة تشتروا اللعبة اللي حقها 300 ودغري تلعبوا فيها. وانا نسيت اخبركم كمان شغله انه التوقيت تبع اللي انه بيغيروا لكم اللعبه او هيك انه بيتجدد شيء جديد عرفتوا كيف. هلا هون محطوط عندي يومين او 3 ايام لان هاي اللعبه نزلت من يومين او من 3 ايام اسف يعني. وهاي اللعبه حتتابع ساعه ونص يعني مثل ما بيقول الساعه 6 انا بتصير عندي مثل ما موجود عندكم. بس صار انا عندي الساعه 6 بتنتهي الساعة 8 بيبقى هذا يعطوك النقاط على حسب المركز اللي اخذتوه. هلا دخلنا هون على الرانكني محطوط رانك اول تاخد 8000 رانك التاني للتالي 2000 نقطة هم من 4 للعاشر 500. بس كتير منيح انا اخد مركز تامي. بس عن جد اللعبة هيك حسيتها شوي صعبة من كتر ما انه شيطار هيك مكسور وما هيك بتدوخ فيها ما عجبتني. بس هي اهم شي انا هي حركز عليها اجيب 8000 نقطة وهيك احاول اجيب 12000 هيك. بس انا اجيبها وخلاص باخد 325 شفتة اهم طريقة. بس اتمنى تتابعونا على التيك توك لانه داك حساب اللي فيه 3800 طار يعني راح يا حرام والله يعني على ليلة نسيت الايميل وكلمة السر
وراح عليه، بس هذا الاحتساب يانا عم حاول اجيب فيه متابعين. ويلا هلا نحن بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم الفيديو والشرح. لو في شيء انه ما بتفهموا من التطبيق او البرنامج او الموقع اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ويلا وسلام.